مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من همزه وصل. هذا البرنامج اللي دائما ما نفتح به قناه للتواصل معكم وسماع رايكم في احد الموضوعات التي تدور في فلك حياتكم. سنتحدث اليوم عن صناعه الدواء. الدواء اصبح في العصر الحديث حق لكل مواطن. هذه الصناعه التي تضر المليارات على مستوى العالم، وهي ليست بالصناعات الجديده في مصر بل هي صناعه قديمه، ولكن مع بدايه فكره تعويم أو تحرير سعر الصرف بدأت تظهر مشاكل كثيرة في الدواء، لأن أغلب المواد الداخلة أو ربما كل المواد الداخلة في صناعة الدواء في مصر هي مواد مستوردة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الأدوية التي تعالج بعض الأمراض المستعصية أو بعض الأمراض الخطيرة ما زالت تستورد من الخارج. صناعة الدواء تحدثنا فيها كثيرا، تحدثنا عن أهمية إنشاء هيئة موحدة للرقابة على صناعة الدواء، واليوم سنتحدث عن أهمية تطوير هذه الصناعة. لذلك سيكون سؤالنا في هذه الحلقة كالتالي: كيف ترى سبل تطوير صناعة الدواء من أجل توفير احتياجات مصر منها؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من همزة وصل. دائما تابعونا وتواصلوا معنا جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كلها بعنوان واحد: همزة وصل اي جي، فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، وانستجرام. ولمن أراد المداخلة عبر الفيديو يمكن اتصال بنا على سكايب. بالطبع ربما يكون أو يرى البعض أن هذا السؤال ربما يكون أكثر تخصصا، ولكن نحن دائما ما نفتح معكم قناة للتواصل سماع آرائكم وسماع ربما بعض المقترحات، وهذه الآراء والمقترحات ستصل بشكل ما إلى المسؤولين. مشاهدينا الكرام، سنتحدث اليوم عن صناعة الدواء وسبل تطوير هذه الصناعة. دعونا نخرج إلى تقرير سريع يضعنا في موضوع هذه الحلقة ثم نبدأ بعدها التواصل. تعد صناعة الدواء إحدى كبرى الصناعات في مصر، ويمثل الدواء واحداً من أهم السلع الضرورية لحياة المواطن، إذ أنها تعد مؤشراً من مؤشرات التنمية البشرية والرفاهية العامة، كما أنها تمثل واحدة من أهم القضايا الماسة بالأمن القومي المصري. ومع تزايد الاهتمام بالوضع الصحي في مصر وزيادة الإنفاق عليه بنص الدستور، تتسع المظلة الصحية للمواطنين كافة، ويبرز الاهتمام بصناعة الدواء وحق المواطن في الحصول عليه ودور الشركات ومساهماتها في تلبية احتياجات السوق المحلي والمشكلات التي تواجه الشركات ومصانع الأدوية. فرغم توافر المواد الخام لتصنيع الأدوية في مصر، إلا أنها لا تستطيع صناعة الدواء، وذلك لغياب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التصنيع وكذلك ارتفاع تكاليف إنتاجه. فالاستيراد لا يقتصر على المادة الخام وحدها، ولكنها تشمل أيضا أنواعا كثيرة من الأدوية. ولزيادة الإنتاج والتصدير، يرى العاملون في مجال تصنيع الدواء في مصر أن الأمر يحتاج لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية وإنشاء معامل للتكافؤ الحيوي في مصر معترف بها عالميا، لتفادي المبالغ الضخمة التي يدفعها منتجو الأدوية للمعامل المعتمدة خارج مصر. ويرى المتخصصون ضرورة تأسيس هيئة عليا لصناعات الدواء لتكون جهة مستقلة لوضع سياسات تصنيعية وتصديرية مستقرة وإصدار قانون التجارب السريرية والذي يسمح للشركات المصرية بتسجيل الأدوية الجديدة، فضلا عن ضرورة وجود مخطط استراتيجي لتطوير صناعة الدواء وربطها بالبحث العلمي. مشاهدينا الكرام، كما ذكرت في السابق، نحن نتحدث عن تطوير صناعة الدواء، وبما أن هذا البرنامج يهتم دائما بتعليقاتكم ومشاركاتكم، لذلك سأقرأ مجموعة من مشاركاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك همزة وصل اي جي. دائما تابعونا وتواصلوا معنا في جميع حلقات هذا البرنامج، فدائما الرأي فيها لكم. معي مجموعة من التعليقات. أبدأ بحامد الطواب، يقول: لقد أنعم الله على مصر بأرض خصبة قادرة على الزراعة وإنتاج أفضل الأعشاب الطبية في العالم، كما في سيناء أرض الفيروز. ولكي تنهض صناعة الأدوية في مصر، يجب أن تتوفر المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، وأرى أن الصحراء الشاسعة في مصر قادرة على أن تحقق الاكتفاء الذاتي لمواد صناعة الأدوية، مما يؤدي إلى الاعتماد على إنتاج محلي جيد الصنع وتوفير مبالغ مالية
طائلة من الدولارات كانت تستخدم لاستيراد المواد الخام لصناعة الأدوية، يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى، يمكن أيضا عند زراعة هذه الصحراء بالنباتات الطبية التي نعمل على تصدير الفائض أو يتم تصنيع وتصديره من أجل رفع الاقتصاد المصري. ويستكمل في مشاركة أخرى، يوجد في مصر شركات صناعة أدوية عملاقة وتعتبر من أوائل الشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن وجود شركات صناعة أدوية أجنبية في مصر وتطور الشكل فقط لعلبة الدواء جعل هذه الشركات الأجنبية تتفوق على الشركات المصرية من حيث كمية التوزيع، لأنها شركات متطورة في ماكينات تصنيع الدواء وتستخدم تكنولوجيا متقدمة أظن أنها غير موجودة في الشركات المصرية. إذن لو تم تطوير المصانع المصرية بأحدث الآلات التصنيع الدواء زائد إدارة جيدة ومتخصصة في الدعاية للمنتج المصري وإمداد هذه المصانع بالمادة الخام والتي يجب زراعتها في مصر، حصلنا على شركات عالمية. وأهم شيء كيفية تسويق المنتجات الدوائية، لأن مهارة التسويق تؤدي إلى زيادة الإنتاج، وزيادة الإنتاج تؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتعمل تخفيض سعر الدواء في مصر، لأن سعر الدواء ارتفع جدا هذه الأيام نتيجة لعدم وجود مادة خام لتصنيع الدواء ونعتمد على استيرادها من الخارج. وشكرا لأسر برنامج همزة وصل، بنشكرك أستاذ حامد. ويعني كانت هذه يعني بالفعل ربما يكون هذا التعليق لخص كثير من مشاكل صناعة الدواء، ربما تكون شخص متخصص. سنتحدث في مشاركة أخرى على فيسبوك همزة وصل إي جي، يقول فيها محمود الضوي: نعم، سبل تطوير صناعة الدواء توفير احتياجات طبية المصرية لصناعة قومية بدءا من حيث انتهى الآخرون، وتطوير البحث العلمي الجامعي والمعملي والمصانع وتبادل الخبرات والبعثات الدولية واستخدام خامات طبيعية بالإضافة إلى الطب البديل والعلاج الطبيعي والأعشاب والطب الإلكتروني. والوقاية خير من العلاج، النظافة وممارسة الرياضة، العقل السليم في الجسم السليم، تناول طعام طازج. طبعا هو بيسرد مجموعة كثيرة من يعني المعلومات، أو بيتحدث عن مجموعة كثيرة من الأشياء المختلفة، مواد طازجة بدون يعني وتجارة الأعضاء. عموما هذا البوست موجود أمامكم على الفيسبوك، لذلك لمن أراد قراءة هذا البوست بالتفصيل. أبو أدم الشرقاوي يقول: السبل كثيرة واللي عايز يحل هيحل، لكن تعذيب المرضى والاستمتاع بألمهم كيف ومتع عند المسؤولين عن هذه الصناعة الهامة. ومن المفروض أن توفير الدواء للمرضى من أهم الأشياء لدى كل دول العالم وأحد أهم أمنها القومي. لك الله يا مريض حتى يصحى ضمير من بيده الأمر. وشكرا لأسرة برنامج همزة وصل. ده كان تعليق أخير. ومشاهدينا الكرام، دي كانت مجموعة من التعليق، ما زال التعليق مستمر، وسأقرأ مجموعة جديدة من التعليقات بعد أن أبدأ بالتواصل معكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ما زال التعليق مفتوح دائما لديكم، وأيضا مشاركتكم هي أساس هذا البرنامج. ننتقل بهذه التعليقات وننتقل بموضوع الحلقة إلى مجموعة من الخبراء والمسؤولين عبر الهاتف، نناقش معهم موضوع هذا الحلقة. وبالطبع تعليقاتكم لها أهمية كثيرة، لذلك سأنقل روح هذه التعليقات وهذه الأسئلة وربما المقترحات إلى هؤلاء المشاركين. سيكون ضيوفي كالتالي: الأستاذ محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، ودكتور أمين مصلح، استشاري بوزارة الصحة. أبدأ بالأستاذ محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء. أستاذ محمود، تحياتي. أهلا، مساء الخير يا فندم. طبعا من اسم المركز اللي حضرتك تابع ليه، الحق في الدواء، وفعلا الحق في الدواء ده حق زي الحق في الصحة والعلاج والطعام وغيره. مشكلة الدواء في مصر، هل ترونها هي مشكلة مواد خام، مشكلة دولار، مشكلة توزيع، مشكلة احتكار؟ كيف ترون هذه المشكلة؟ مشكلة تنظيم حكومي، كيف ترون هذه المشكلة؟ تمام، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. بشكركم على تخصيص جزء من وقتكم الثمين لمناقشة ده واجبنا يا أستاذ محمود، ده واجبنا، يعني إن إحنا نناقش قضايا المجتمع، ده واجبنا. تمام، الأسباب زي ما حضرتك عدتها كلها، مفيش سبب واحد لوجود أزمة الدواء مستحكمة في مصر بقالها حوالي سنتين بنلف وندور حوالين حاجة محددة اللي هو التسعير، ولكن هو ده مش رأيي. المشكلة إن دي صناعة قايمة
على 95% من مدخلاتها بيجي استيراد من الخارج، سواء كان في مصر او منطقتنا العربيه او القاره الافريقيه. تمام. هذه الصناعه مرتبطه باسعار الدولار، لو الدولار حصل فيه تذبذب بيحصل زي ما احنا شايفين دلوقتي، حصل فيه استقرار بيحصل استقرار. في نفس الوقت في عندي مشكله ثانيه، مشكله سيرج بحث العلمي، بحث العلمي في مجال الدواء، استطيع ان انا اقول لحضرتك ان هو صفر بالضبط في مصر هنا. مفيش اي نشاط بشري في العالم دلوقتي وراه في الاخر بحث علمي. طبعا للاسف الشديد البحث العلمي عندي هنا مش رافع. رقم ثلاثه، عدم وجود دور مفهوم لقطاع الاعمال. قطاع الاعمال كان قوي جدا سنه 98، بنتكلم عن 77% دور القطاع في سوق الدواء، النهارده بنتكلم على اقل من 4%. السبب الخامس والمهم جدا 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 بقى اللي هو عدم وجود قانون تأمين صحي اجتماعي شامل. ده القانون اللي احنا منتظرينه من 17 سنة ودخل مجلس الشعب اخيرا، منتظرين موافقة الحكومة المصرية امبارح. طب وقانون التأمين اللي موجود او التأمين الصحي اللي موجود؟ لا، ما قانون التأمين ده اللي عندي في مشكلة بقى. هي مشاكل الدواء. عندي حوالي 42 مليون مواطن، العمالة الزراعية، العمال بدون عقود، دول مش داخلين فيه. طب اسمح لي اخدك لنقطة، هل عندكم احصائية محددة عدد الأدوية اللي بيتم، نسبة الدواء اللي بتصنع في مصر بالنسبة لنسبة الدواء اللي بتباع في داخل الجمهورية؟ عندكم نسبة محددة الدواء المصنع في مصر قد إيه؟ يعني أقدر أقول لحضرتك السوق المصري بيعمل حوالي 95% من الأدوية اللي موجود. ما مش هي دي المشكلة، لأن حتى يعني كلمة دواء مصري مش كلمة لها معنى كتير، لان احنا بنستورد من بره المواد الفعاله، المواد الخام، الاحبار، تخيل. لا، وفكره صناعه الدواء، حق الملكيه نفسه احنا بنستورده من بره. بالظبط كده، وبنيجي نجمعه هنا في مصر. فان كان النسبه دي لا تتخطى 95%، ولكن هي دي المشكله. مش هي دي المشكله، المشكله في رايي ان عندي استيراد شكلي كبير جدا جدا، وفي نفس الوقت حصل الفترات اللي فاتت تذبذب في اسعار الصرف، ده اللي ادى لوجود نقص كبير جدا جدا. طيب اسمح لي انتقل بكلام حضرتك يا استاذ محمود فؤاد الى دكتور امين مصلح، استشاري بوزاره الصحه. دكتور امين، تحياتي. تحياتي لك يا استاذ الفاضل، ودايما مش عارف انا حظي مع حضرتك في انك بتجيب مشاكل على الجرح زي ما بيقولوا، وبتناقشها بعقلانيه مش مجامله. انا بشكر حضرتك، انا بشكر حضرتك على ده. حتى في البدايه كمان دراستك للموضوع، التقرير الموجود تقريبا الموضوع مدروس كويس جدا، تقريبا انتوا غطيتوا كل حاجه، مش ناقص غير ان تعليقات بسيطه نقولها. انا بشكر حضرتك طبعا، يعني وهو ده دورنا ان احنا نناقش يعني مشاكل المجتمع في اوقات يعني البعض يراها ان هي تكون ملحه. دكتور، احنا عايزين نتكلم عن، طبعا احنا اتكلمنا كتير عن موضوع صناعه الدواء من بدايه تحرير سعر الصرف. صناعه الدواء احنا ممكن نسميها تجاره الدواء لحد تمام. دلوقتي اسمها تجاره الدواء في مصر، مش صناعه الدواء في مصر. مش صناعه الدواء. طيب موافقني؟ انا طبعا انا ما يعني في هذا البرنامج انا ماليش راي، الراي ليكم وانتوا اللي وانتوا اللي بتطلعوا يعني المواضيع. بس هو يعني استاذ محمود قال ان في اغلبيه الدواء في مصر ب 95% منه بيتصنع في مصر. طبعا زي ما انا قلت اللي هي فكره الصناعه نفسها او فكره الـ 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 يعني النو هاو بتيجي من الخارج، وايضا المواد الخام. انا عايز اخذ حضرتك لنقطه ثانيه. ايوه، في حديث سابق مع نقابه الصيادله تحدثنا كثيرا عن انشاء هيئه مصريه للرقابه على الدواء زي الاف دي اي الامريكيه، واغلب دول العالم، مش عايزين نقول كل دول العالم، اغلب دول العالم عندها هذه الهيئه، هيئه مستقله بعيده عن وزاره الصحه. هم بيشتكوا، بيقول لك ان الصيدله داخله جوه وزاره الصحه، وان المفروض ان في العالم كله الصيدله في جنب والصحه نفسها او وزاره، دي ليها وزاره ودي ليها وزاره، او دي ليها هيئه ودي ليها هيئه. هل انتوا في وزارة الصحة شايفين ان ده يمكن تفعيله، ولا ما زالت فكرة ارتباط الدواء بالصحة على الشكل الحكومي يجب ان تكون داخل وزارة الصحة؟ اولا كلام مظبوط جدا، وكان لازم من البداية زي اي دولة محترمة في العالم ان لازم يتعمل هيئة مستقلة، ولان في مشكلة كبيرة في اشراف وزارة الصحة على موضوع الادويه. تمام. لازم إيه تعمل هيئه مستقله، إيه ما تتبعش وزاره الصحه، تتبع رئيس الوزاره، تتبع رئيس الجمهوريه. طيب. إيه دوله العالم. ايه هي المشكله في رقابه وزاره الصحه على فكره الدواء؟
هي ممكن تحس ايه حتى المصادمات اللي حصلت اخيرا هتلاحظ ان فكره ان الصيدلي ما يبقاش دكتور وسمعنا الكلام ده. اكتر من كده اكتر من كده احنا الصيدلي انا كطبيب مثلا اللي انا شايفه ان الصيدلي مثلا نسبه مكسبه ونسبه شركات الادويه بتكسب كويس جدا. انا هديك مثال بسيط، لو كان دواء مثلا ب 10 جنيه هتلاحظ ان مصروف عليه 10% دعايه، 10% مثلا للعاملين، 10% 25% صيدلي، لو الشركه هتكسب 10% كمان يبقى اذا الدواء ده بيتكلف مثلا 4 جنيه بيوصل للجمهور ب 10 جنيه، انا باصص ان راح في جيوب الناس حوالي 60 جنيه 60% من النقطه دي، يعني النقطه بصل لبعض في اللقمه بالبلدي كده في اللقمه، لكن مش بصل لمصلحه الجمهور، يعني انا عشان ابص لمصلحه الجمهور لازم اخرج نفسي بره اللعبه ويبقى عندي ثلاث محاور يا استاذ الفاضل، المحاور الاول تواجد الدواء، المحور الثاني مفعول الدواء، المحور الثالث سعر الدواء، وهم الثلاثه معتمدين على بعض، يعني انا كده بالصدفه واحد جاي من احدى الدول العربيه امبارح بيسالني ايه الفرق ما بين الدواء اللي عندي هنا ب 5 جنيه وما بيجيبش نتيجه والفرق ما بين ابو 50 درهم او ريال او غيره وبيجيب نتيجه، الفرق حاجه واحده بس ان الدوله من زمان سعرت الدواء جبري لان ما فيش ثقه، لا مفروض يبقى في ثقه في اشراف، والاشراف دلوقتي بيدوا حاجه اسمها ضربيه قضائيه في كل الاتجاهات، لازم لما ادي لحضرتك ضربيه قضائيه اديك ضربيه قضائيه وفي نفس الوقت اديك مرتب قاضي عشان لما تروح تبقى عندك القوه عشان الفساد ما ندخلش في قصه الفساد. فاذا يبقى لازم في ان انا الشركه هعمل دواء او هصنع دواء او هعبي دواء يبقى هيكلفني 10 وهكسب 2، الدوله يبقى انا يسيبوا لي السعر احدده ما دام في شفافيه زي كل الدنيا، لكن فكره ان انا اقول لك اعمل دواء ب 10 ويبيعه ب 10 هو بيكلفني 12 او بيكلفني 9 هعمل بودره ضعيفه هحاول اتحايل هحاول ان انا يبقى اخبيه. اديك مثال في دواء اسمه استروجين، ده اسمه علمي. استروجين ده كان وصل الامر ان انا من كام سنه موجود بربع جنيه السوق اختفى، انا دلوقتي بطلبه حتى لو ب 50 و100 و200 جنيه محتاجه، سرطان بروستاتا محتاجه للستات، لكن سعره الجبري خلاه يختفي. هي دي نقطه من النقط. النقطه الثانيه انت حضرتك جبت الاساسيات الكبيره في الاول، فكره لازم هيئه دواء مستقل لازم ابدا اشوف انا ازاي ده انا بيستورده يا استاذي بيستورده علب الكرتون يعني كل دلوقتي من للاسف يعني حتى يعني المدخلات الجانبيه في الصناعه نفسها بقت مستورده. طيب دكتور امين ارجوك ابقى معي سانتقل بكلام حضرتك للاستاذ محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء. استاذ محمود هنرجع للنقطه الهامه، فكره الرقابه على الدواء، فكره ان احنا يكون عندنا هيئه اف دي اي مصريه للدواء، الجمعيات الخاصة أو اللي هي يعني الان جي اوز المراكز البحثية وغيره ليه ما بيضغطوش؟ كان في يعني حاجة مقدمة لمجلس الشعب على إنشاء اف دي اي للدواء. تمام، خليني أقول لحضرتك ده مطلب من المجتمع المدني من حوالي 7 سنين بالظبط، وكان في أكثر من مشروع قانون. أفتكر دلوقتي بقى في تصور واضح جدا حصلت حواليه مناقشات من 22 نادة مقدم لمجلس النواب، ومنتظرين ان في الدورة الجديدة ممكن الكلام ده يبقى طلع للنور وبالتالي تم اقراره. الهيئة دي احنا شايفين هي اللي هتنظم لي بقى الفوضى، يعني خلينا نقول لحضرتك رقم كبير جدا ان مصر السنة دي هتتعدى 60 مليار جنيه مبيعات دواء داخل جمهورية مصر العربية، ده رقم ما وصلنالوش خالص. 60 مليار جنيه، طب ده سبب بكثرة المبيعات ولا بسبب ارتفاع السعر؟ ما هو في حدين للحاجة دي. بسبب كثرة المبيعات من يمة العبوات عن السنة اللي فاتت حوالي مليار عبوة زيادة في نفس الوقت. تمام بالظبط كده، وفي نفس الوقت سوق الدواء بيسجل نمو 11%، يعني إذا السوق ده سوق ما بيتأثرش بأي أزمات اقتصادية أو مالية أو الكلام ده كله، سوق ماشي تمام. الصناعه في زي حضرتك بتتكلمنا عن الرقابه وساعات بتتكلم عن نقص وساعات بتتكلم عن اللي ينظم كل دوت هيئه علميه مشهود بيها يكون عندها شخصيه اعتباريه تتبع مجلس الوزراء مباشره، يبقى عندها ميزانيه مستقله، هي بقى في الاخر اللي تسعر، هي اللي تسجل، هي اللي تراقب، هي اللي تفتش، بالتالي انتهي من مشاكل كتيرة جدا موجودة دلوقتي. لكن احنا بنقول دايما ان صناعة الدواء في مصر صناعة يتيمة ملهاش اب، مش معروف من ابوها بالظبط.
تمام. مع اقرار هيئه الدواء ده هيبقى عارفين طيب بالضبط. طيب حضرتك احنا بنتكلم بقى على صناعه الدواء، خلينا نتكلم على الصناعات الجانب صناعه الدواء. احنا عندنا المنتجات يعني الحاجات اللي داخله في الطب، يعني واحده من المواطنين النهارده كلمتني وقالت لي بتلف بقالها شهر عشان بنتها عايزه تعمل عمليه تشيل حصوه في الكلى، وتروح لمستشفى الكلى في المطريه، وتروح للدمرداش مش عارفه تعمل اشعه بالصبغه، لان المستشفياتين الحكوميتين الكبار ما عندهمش صبغه. دي طبعا مرتبطه بصناعه الدواء. فكرة الدواء، احنا بنتكلم طبعا في الدواء البشري، احنا عندنا الدواء البيطري، الدواء المرتبط بالحيوانات، الثروة الحيوانية نفسها بقت مهددة بسبب موضوع تربية الحيوانات معتمدة برضو على الدواء بتاعهم. احنا بنتكلم كل ده عشان الناس بس ما تفتكرش ان احنا بنروح بعيد، كل دي مشتقات لصناعة الدواء. يبقى احنا بنهدد الامن القومي في مصر كله كده. تمام. يعني حضرتك حكاية الصبغة دي لا حدث ولا حرج، احنا عندنا تقريبا يوميا عشرات الشكاوي من عدم وجود الحقن الخاصة بكده، ودي عاملة مشاكل كبيرة جدا للمواطنين. الهيئة بقى هتبتدي تعمل، هنبتدي نقرخ تاريخ جديد لصناعة الدواء. تمام. خريطة الأمراض في مصر، الأدوية اللي محتاجها المصريين قد ايه، هيبقى في شكل علمي بعيد عن الاجتهاد بقى. تمام. طيب عموما يعني احنا رجعنا لنقطة الهيئة. أنا بشكر حضرتك أستاذ محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء على المشاركة، وانتقل مرة جديدة لدكتور أمين مصلح استشاري بوزارة الصحة. دكتور أمين، لغاية لما تيجي الهيئة، احنا بنتكلم برضو في قانون بيناقش، وعبال ما يطبق وعبال ما نعمل الدراسة، المصريين يعملوا ايه؟ ايه المطلوب من رجال الاعمال؟ ايه المطلوب من الحكومة؟ ايه المطلوب من يعني من الجهات المختلفة؟ احنا بنتكلم في يعني الوقت في الصناعة، في صناعة بتضر المليارات، بنتكلم في صحة إنسان، في صحة حيوان، وفي مواد داخلة زي ما كنا بنتكلم على الصبغة وغيره اللي هي مستلزمات المستشفيات نفسها. المشكلة كلها مرتبطة ببعضها، هي المشكلة منظومة الدواء مرتبطة بمنظومة الصحة في مصر. طبعا. ومنظومة الصحة لما غرقت من زمان خدت معاها منظومة الدواء غرقت. غرقت من زمان. هقول لحضرتك نقطة بسيطة جدا، لو ما إن شاء الله يتعمل تأمين صحي شامل اجباري اجبار، وانا قلت مره في عندكم في برنامج الصباحي يوم ما طلع القانون ده، ان ده اجمل قانون طلع من بعد ثوره 52 لحد دلوقتي، ده اجمل قانون ممكن يطلع في مصر تامين صحي شامل، لانه هو اللي هيطلع بالمنظومه الطبيه ومعاها منظومه الدواء الثاني. تمام. طب منظومه التامين برضو يا دكتور، عشان برضو يعني انا بفنط كلام حضرتك، منظومه التامين احنا عندنا تامين، الناس بتروح التامين تصرف الدواء وما بتاخدوش، علشان بيقول لك ان الدواء ما هوش افكتيف، ما هوش فعال زي الدواء اللي جاي من بره. ما انا كلمت حضرتك من الاول قلت لحضرتك اني طول ما الدواء مصنع، انا كلمت مره في الكلام ده اعلاميا وحوربت من اللي كانوا مسؤولين في الدواء والكلام ده، نقطه ايه؟ ان انا ما اجيش ما اعملش يا استاذي مناقصه واقول للشركه اديني الدواء ده ب 3 جنيه بسعر معين. يعني بالظبط، انا دلوقتي هيديني هو عشان يكسب هيديني ايه؟ ما اقول هنضحك على بعض، مش هنضحك على بعض، لازم نكون احنا عارف حضرتك تتحل المشكله امتى؟ لما نبقى ملامسين للواقع. المريض بيدفع، الدوله الوحيده المريض بيدفع فيها سعر الدواء، كل الناس عارفه، الوزير اعلن، كل الدنيا اعلن 80% من مصاريف الصحه في مصر من جيوب الناس. معظمها ادويه، معظمها ادويه. وعين حضرتك كلنا، كل انا وحضرتك، انا لما بلاقي نفسي زميلي طبيب تخصص انا بمحتاج بيكتب لي علاج بجيبه على العمياني. يعني الحاجه الوحيده هي الصحه والتعليم. صحيح. لا لاحظنا. طيب يبقى احنا كده نقطتين، يعني انا بشكر حضرتك عليهم، فكره هيئه مستقله للدواء FDA مصريه، وفكره الغاء التسعيره الجبريه على الدواء سواء في التامين او بره التامين. بشكرك دكتور امين مصلح استشاري بوزاره الصحه، وبشكر الاستاذ محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء على هذه المشاركه. مشاهدينا الكرام، دائما عودناكم في همزه وصل ان كاميرا همزه وصل تجوب الشوارع لاخذ ارائكم، فكما نهتم بارائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، ايضا نهتم بارائكم اينما كنتم، فلنستمع الى المواطنين في الشارع.
حاجة كويسة ان الأدوية تبقى موجودة في كل الصيدليات، بس لازم الصيدليات دي يبقى عليها رقابة، لان بعض الصيدليات تروح له بالروجيتا مثلا يقول لك انا عندي بديل ليه او اسم تجاري تاني، فطبعا المريض ما يعرفش هو اساسا يعني ايه تجاري، اسم تجاري وايه البديل. يعني مفروض يبقى الأدوية اللي مكتوبة في الروجيتا هي هي اللي بتتسرب. في انواع كتير خالص من الأدوية دلوقتي مش متوفرة خالص، حتى عندنا احنا في الصعيد برضو، انا من اسيوط، فالمشكلة كلها ان الأدوية دي كلها المؤسسات اللي مختصة زي المهن الطبية وشركات الأدوية هي اللي مقصرة في الموضوع ده. لابد من توفير المواد الخام اللي هي لازمة لصناعة الأدوية، لازم الدولة تتدخل عشان تقضي على الاحتكار. طبعا الاحتكار ده هو السبب في رفع أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه. أكيد طبعا ده مجهود عظيم جدا وهيوفر كتير على المصريين، لأن في كتير منهم الطبقة الفقيرة ودي مجهولة خالص في المجتمع. كتير مننا بيفكر في نفسه وبس، وكل واحد بيفكر في شغله، ما بيفكرش ان هو يساعد الطبقة اللي هي الفقيرة اللي هي اصلا مش قادرة لتجيب علاج ولا اي حاجة. الدواء في مصر مبني على الاستيراد، استورد ابيع اكسب، مش عاوز اخش في مشاكل، مشاكل بقى في الاستثمار، مشاكل في الورق، روتينات، مشاكل مع نقابة الصيادلة، مشاكل مع وزارة الصحة نفسها. فدي اللي بتخلي اللي بيعمل مصنع ادوية بيبقى قدامه بيفكر ألف مرة أن يعمل مشروع ينتج بيه منتج. والله هو يعني تبقى حلوة، يعني بدل من استورد حاجة الدواء من بره بيتعمل هنا أحسن بكتير يعني، وحفيد البلد. أعتقد إن إحنا لاحظنا عودة أصناف كانت موجودة أو متوقفة أو بيتم تهريبها إلى الخارج مرة أخرى، وإن شاء الله في الأيام الجاية هنلاقي ثبوت في أسعار الدواء، وهنلاقي إن الدواء متوفر بالصورة الطبيعية والأسعار فيها نسبة من الثبات. دي مجموعة من تعليقات المواطنين في الشارع حول موضوعنا النهاردة، ومن تعليقات المواطنين هنتقل إلى تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة جديدة من التعليقات على الفيسبوك. أبدأ بأحمد البوزيدي. علم الكيمياء الدوائية بطبيعته علم متعدد التخصصات، والمتخصصون فيه لديهم خلفية قوية في الكيمياء العضوية التي يجب أن تربط بمفاهيم حيوية واسعة تخص أهداف الأدوية على مستوى الخلية. أغلب أنظمة التدريب تتضمن دراسة سنتين زمالة بعد الحصول على الدكتوراه اللي هي البي اتش دي في الكيمياء، لكن توجد أيضا فرص التوظيف لحاملي درجة الماجستير في مجالات الصناعة الصيدلية، وعلى مستوى الماجستير والدكتوراه هناك فرص العمل في المجال الأكاديمي. برامج الدراسات العليا في الكيمياء الدوائية تكون موجودة غالبا في كليات الصيدلة وبعض أقسام الكيمياء. أغلب العاملين الحديثين في مجال الكيمياء الدوائية خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتلقوا تدريبا رسميا في هذا المجال، لكنهم يتلقون الخلفية المطلوبة في الكيمياء الدوائية وفي علم الأدوية بعد التوظيف في الشركات الدوائية. أبو علي نصر علي خليفة بيقول: سبل تطوير صناعة الدواء في مصر لتوفير احتياجات الوطنيين من الدواء. الدولة مسؤولة عن توفير المواد الخام بكافة أنواع الدواء، وعليها عمل مصانع للأدوية التي نستوردها من الخارج حتى تكتفي ذاتيا بل وتصدر للخارج. فالحلول كثيرة ولدينا خبراء في صناعة الدواء كثر من الدول أو كثير من الدول يتمنى تلك الخبرات. نتمنى من الدولة الاستفادة من هؤلاء بل وتدريب كوادر جديدة من الصيادلة وصناع الدواء، كما يجب على الدولة محاربة تجار الدواء الغير مرخص لهم وتجديد الرقابة على مصانع الأدوية، كذلك الصيدليات، ووضع تسعير على كافة أنواع الأدوية حتى لا يستغل الباحثين على جمع المال للمواطنين البسطاء، لأن حقيقي هذا يحدث مع المواطنين ولي تجربة في ذلك، حيث ذهبت إلى صيدلية بشبرة محلول قال لي السعر 40 جنيه فتركت وذهبت لآخر فقال لي سعر المحلول 25 جنيه وده استغلال وابتزاز المواطنين، فلماذا لم يوضع سعر المحلول وكافة الأدوية على الكرتون أو زجاجة المحلول، وأين الرقابة من قبل وزارة الصحة؟ نتمنى من الدولة محاربة الفساد وحفظ الله مستحيات الأسرة البرنامج. تحياتنا لحضرتك. محمد عبد القادر بيقول: تحجيم الكبار لكل الشعب هيستريح والدواء هيتاح، والأمراض اللي الدواء الخاص بها محتكر هيكون متاح في الأسواق وبأسعار مناسبة للغني والفقير. قبيص القاضي بيقول: بإنشاء مصانع أدوية بتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والاستعانة بها أو بخبرات وأساتذة الجامعة والتعاون مع كبرى شركاء الدواء العالمية. محمد إبراهيم محمد عويس بيقول: تحيات الأسرة البرنامج. يتم تطوير صناعة
الدواء في مصر بعدة طرق، منها واحد تشجيع الأبحاث الجديدة في استحداث الأصناف والأصناف البديلة، اثنين تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء شركات الدواء وأخذ تصريح وترخيص إنتاج الشركات الأجنبية، ثلاثة الاهتمام بالطب البديل والصيدليات الإكلينيكية والعلاج بالأعشاب الطبية تحت عين الدولة في مراكز وشركات مرخصة ومراقبة من أجهزة الدولة المعنية، أربعة تفعيل دور التفتيش الصيدلي ومنع الاحتكار سوق للاستيراد والإنتاج، سواء للاستيراد أو الإنتاج أو بيع أصناف أدوية. دي مجموعة من التعليقات، وطبعا التعليقات كتيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الدواء من الاحتياجات الأساسية للمواطن سواء المصري أو غير المصري. مجموعة طبعا في كلام كتير مهم، خاصة التعليق الأخير اللي بيتحدث عن يعني أساليب من رأي المعلق. هنتكلم مع وهننقل هذه التعليقات والمقترحات لضيوفي في الفقرة الجديدة من الاتصالات. هيكون معي دكتور جورج عطلة عضو مجلس نقابة الصيادلة، ودكتور ياسر خاطر عضو مركز الحق في الدواء. أبدأ بدكتور جورج عطلة عضو مجلس نقابة الصيادلة. دكتور جورج تحياتي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساعدين حضرتك الكرام. أهلا بحضرتك دكتور. تابعت الحلقة من الأول دكتور جورج؟ أيوة مع حضرتك. اتكلمنا عن FDA مصرية، اتكلمنا عن يعني أهمية FDA مصرية، أهمية أن يكون عندنا نشيل التسعير الجبري. أنا هنقل حضرتك على محور تاني وهنربطه بهذه المحاور، فكرة إنتاج الدواء ربما يكون تم قتلها في مصر بسبب ما عندناش بحث علمي. الجزء الثاني فكرة إن بيع الدواء هو اللي بيكسب أكتر من إنتاجه، فكرة المخازن الدواء، فكرة الاحتكار اللي موجود في السوق، المواد الخام بقت غالية. الأفكار دي إزاي نربطها ببعض عشان نوفر الدواء للمواطن؟ طيب هو الاول بس حضرتك اللي انت عايز تسال فيه ده مثلا عايز له حوالي 3-4 ساعات. تمام حضرتك، بس احنا هنقول كده ملخص سريع. اولا طبعا لا مفر من انشاء هيئه دواء مصريه خاصه تمام تقود المنظومه الدوائيه، وده حصل وعمل طفره في كل الادويه البلاد البلدان العربيه المجاوره. تمام. الحاجه الثانيه احنا عندنا صناعه دواء قويه، بس ما عندناش صناعات مكمله لصناعه الدواء، يعني ما عندناش صناعه الماده الخام. تمام. عندنا صناعه المواد المكمله اللي بتدخل، فانا عندي جميل. صناعه دواء، بس انا بستورد بنسبه 95% من المواد الداخله في صناعه الدواء في الصناعه نفسها. تمام. الحاجه الاهم من كده برضو احنا عندنا 155 مصنع. احنا عندنا مصانع قادره على التصدير، مشكلتنا في التصدير ما عندناش هيئه دواء مصريه، لان لما تيجي تصدر لاي دوله لازم يقول لك واخده ابروف من FDA الخاصه بيك انت. الدوله بتاعت حضرتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه ما عندناش المعامل البايو كوفالنت المعتمده دوليا اللي بيتم فيها تحليل الدواء عشان يطلع مطابق للمواصفات العالميه. تمام. المعامل اللي احنا بنحلل عندها عندنا ما عندناش معامل واخده مطابقات دوليه، بنضطر نروح نحلل في الاردن. سعر المنتج الواحد بيتجاوز 100,000 دولار. الحاجه الاهم من كده ان الدوله لازم تقوم بتطوير شركات قطاع الأعمال التي كانت تحتل ما يقرب من 70% من السوق المصري في فترة التسعينات، وحاليا لا تتجاوز 4%. في توجه لقطع شركات قطاع الأعمال وعدم رجوعها بالقوة لتقدر يعني تاخد جزء من المساحة القوية. لو حضرتك هنرجع لشهر يناير لما ابتدى يحصل تعويم للجنيه وارتفاع سعر الدولار، كل الشركات الاجنبيه قالت لا انا مش قادر انتج، انا هسيب البلد وامشي، انا مش قادر انتج. الا شركات قطاع الاعمال استمرت في الانتاج. ليه انا ما قويش دي؟ ليه انا ما خليت شركات قطاع الاعمال ترجع تاني تحتل 40 و50 و60%؟ طيب من السؤال في النقطه دي، دايما صناعة الدواء في العالم كله قايمة على الشركات الخاصة، لأن الشركات الخاصة بتصرف على البحث العلمي، وطبعا مع انتاج الدواء بترجع ده تاني. فكره هل نعمل شركات نقوي القطاع الخاص ولا نقوي قطاع الاعمال، ولا نعمل شراكه بين الاثنين، او الحكومه تعمل الاثنين او تساعد الاثنين بتوفير بقى سعر دولار خاص للمنتجات الخام، يعني التوليفه دي ممكن نعملها؟ طبعا. بص حضرتك، اولا احنا مش لازم لما نمشي في اتجاه نسيب اتجاه. تمام. يعني انا لازم اشغل شركات قطاع الاعمال، لان هي كمان بتغطيلي جزء كبير جدا من ادويه المستشفيات ومناقصات وزاره الصحه. تمام. ومع ذلك اشغل واطور وادعم وانشط شركات الخاصه
لان دي برضو بتدخل دولار او عمله صعبه للبلد وبتعين ناس وبتشغل ناس وكده. مفيش اي مشكله، فانا مش لازم امشي ده ضد ده خالص. دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك المهمه، ان احنا ما عندناش قانون التجارب السريريه، يعني حضرتك عشان تنتج منتج صحيح ترع دواء، ترع دواء لعلاج مرض معين لازم يخضع لتجارب لفتره طويله. ده موجود بره بشكل تطوعي، يعني القانون ده موجود بره. احنا ما عندناش خالص القانون ده، يعني انا اخترعت دواء دلوقتي لعلاج مرض جديد عشان اوديه بره، هما مش هيعتمدوا خالص على النتائج صحيح ولا التحاليل بتاعتي، وانا مش موجود خالص في الخريطه الدوليه لاختراع او ابتكار ادويه. تمام. ليه؟ لان ما عنديش قانون. ففي جزء على الدوله، في جزء قانوني، في جزء تشريعي، في جزء اقتصادي، في جزء مهني، في جزء صيدلي، في جزء تجاري. الموضوع يعني هي مشكله كبيره، ولازم برضو نرجع ان يكون عندنا هيئه اساسيه توحد كل المشاكل دي، تبقى عندها وهي اللي تقدر تحلها. دكتور جورج عطلة، عضو مجلس نقابه الصيادله، انا بشكر حضرتك على هذه المشاركه الهامه ودي المعلومات الجيده والمهمه. انتقل للدكتور ياسر خاطر، عضو مركز الحق في الدواء. دكتور ياسر، تحياتي. تحياتي لحضرتك يا فندم، وتحياتي للساده المشاهدين. دكتور ياسر، طبعا يعني احنا لخصنا الموضوع ان احنا محتاجين FDA للدواء. طيب لغايه لما نعمل FDA للدواء عشان نحل مشاكل الدواء المتعدده في مصر، نعمل ايه؟ المواطن يعمل ايه؟ الناس بتروح للصيدليه تطلب دواء تلاقي عليه تسعيره غير التسعيره، يعني هو مثلا مكتوب عليه 20 جنيه يقول لك لا اصل السعر ده قديم، ده مش عارف ايه. واحد المشاركين قال لنا راح يشتري محلول لقاه في صيدليه ب 40 وفي صيدليه ثانيه ب 25. المشاكل الدواء، فكره احتكار الدواء، يعني انت روح تسال على دواء ما تلاقيهوش في اغلب الصيدليات، وفي الاخر عشان لو عارف حد بقى في مراكز التوزيع هو ممكن يجيبه لك. ازاي نحل بقى المشاكل دي لغايه لما نعمل FDA للدواء؟ خلينا نتفق يا فندم ان مشاكل الدواء في مصر لا حصر لها، مشاكل كثيره جدا وعديده جدا ولا يتسع المقام لذكرها. تمام. اتفق مع الدكتور جورج بضروره انشاء هيئه عليا للدواء. احنا عندنا دول في العالم الثالث زي الصومال عندها هيئه عليا. تمام. ازاي مصر من اوائل الدول اللي انتجت وصنعت ولها ابحاث في الدواء ما يكونش عندها هيئه عليا؟ تمام. ولكن خلينا ننتقل للجزئيه اللي حضرتك سالتني عنها، لحين انشاء الهيئه العليا ماذا نفعل رحمه بالمريض؟ نعم. فبقول لحضرتك ان من اهم مشاكل الدواء هو عدم وجود الصناعات التكميليه في مصر. المصانع او شركات الدواء بتستورد زي ما قال الدكتور جورج وانا اتفق معاه 95% من الصناعات التكميليه اللي هي الماده الخام ومواد التغليف والطباعه وكل هذا. فخلينا نتكلم على الماده الخام تحديدا، واحنا كنا بنطالب ان الحكومه تاخذ بالمبادره وتنشئ مصنع للماده الخام، ولكن الموضوع محتاج ابحاث ومحتاج يعني ابحاث وحوار مع جهات متعددة. فأنا بأثني على قرار لجنة تطوير صناعة الدواء بشراء الشراء المجمع للمادة الخام وملحقات التصنيع، يعني ده قرار جيد جدا. أنا بأثني عليه. معنى ان انا اشتري من مصدر واحد معناه ان انا بضمن خفض للتكلفة. واحد نمرة اثنين، ومن ثم بينخفض سعر الدواء، لان انا سعر الدواء بيبدأ مرتبط معايا بسعر المادة الخام ومرتبط بالصناعات التكميلية. فانا لو حافظت على السعر ده وعدم تأثره بالدولار يبقى انا كده ضمنت ان يعاد تسعير الدواء مرة اخرى. تمام. طب دكتور ياسر، يعني عشان الوقت بيدهمني اسمح لي انقلك للمحور موازي للكلام ده. دول كتير واهمها الصين بتعتمد على الطب البديل، احنا بنسميه طب بديل بس هم بيسموه هناك الطب الشعبي. الناس كتير عندنا بتعتمد على الاعشاب في ده. احنا لغايه دلوقتي بقى لنا 20 سنه واكتر من ساعه ما بدات تظهر الحاجات دي في التلفزيون وبدانا نتكلم، لا الدكاتره يقول لك لا ما تاخدوش الاعشاب عشان هي يعني فيها مش عارف ايه. ليه احنا ما بنعملش فرع تاني زي ما في الصين؟ اللي راح الصين هيعرف، هيدخل الصيدليه بيدي لك مجموعه اعشاب وبعض الادويه. ليه ما بنعملش ده؟ يبقى مقنن. الاتجاه للطب البديل ما بيكونش بالكلام يا سيد الفاضل، ولكن بيقوم بدراسات ويكون توجه الوزاره نفسها او توجه الدوله. الصيادله عندهم البرانش ده او المجال ده يقدروا يبدعوا فيه. والصين حققت طفره في السنوات الماضيه في الطب البديل، حققت لهم مليارات الدولارات. تمام. من يعني انا افتكر دواء كان بيتم استيراده في مصر لعلاج فيروس سي اسمه الدي دي بي.
نعم. هذا الدواء كان من دواء عشبي بتصدره الصين للدول العالم الثالث او الدول اللي هي الفقيره يعني اللي مش قادره تشتري. نعم بالظبط بالظبط كده. فاذا ولكن انا عشان اخش الطب البديل لابد يكون عندي دراسات، لابد يكون عندي خطط استراتيجيه، لابد يكون عندي مقومات، لابد ان يكون اهيئ الشعب نفسه او المجتمع نفسه لقبول الطب البديل، لابد ان يكون اعمل حوار مع نقابه الاطباء ونقابه الصيادله لاعداد كوادر والدخول في هذا المجال وفق ابحاث. وبرضه هنرجع للنقطه الاساسيه ان ده كله لازم يبقى تحت مظله واحده للدواء، سواء طب بديل او طب عادي، اللي هي الهيئه العليا للدواء. انا بشكر حضرتك دكتور ياسر خاطر عضو مركز الحق في الدواء، وبشكر دكتور جورج عطله عضو مجلس نقابه الصيادله، وبشكركم على تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكر طبعا ضيوفي في الفقره الاولى. وللاسف الحلقه انتهت، والموضوع كلام في الدواء وكلام في الطب وكلام في حقوق المواطن كتير وعايز حلقات كتيره. قبل ما انهي هذه الحلقه، هذا هو سؤال حلقه الغد من همزه وصل: إلى أي مدى يسهم ربط الساعة السكانية بالمواليد والوفيات في توفير بيانات دقيقة عن عدد السكان؟ مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقة، أعتقد أن هي كانت حلقة مهمة من همزة وصل. هذا البرنامج دائما بنعتمد فيه على آرائكم وتحليلاتكم وكثير من مشاركاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة طبعا لتحليلات المشاركين. دائما الصوت بيسمع في هذا البرنامج. همزة وصل دائما منكم وبكم وإليكم. إلى اللقاء في حلقات أخرى.